هنا أونلايف موجز إخباري جديد، أهلا بكم. تتسلم مصر اليوم رئاسة المجموعة 77 والصين لعام 2018 بمقر الأمم المتحدة، ذلك من دولة الإكوادور التي ترأست أعمال المجموعة العام الماضي. وقالت وزارة الخارجية إن رئاسة مصر لمجموعة 77 والصين خلال العام الحالي تأتي خلال مرحلة هامة في مسار العمل متعدد الأطراف، خاصة داخل منظمة الأمم المتحدة، وما تمثله من فرصة سانحة لمصر لأن تكون صوتا متزنا يعبر عن مواقف ورؤى دول المجموعة، فضلا عن المتطلبات التنموية للدول النامية وفقا لأولويات واحتياجات تلك الدول. تواصل اليوم مكاتب الشهر العقاري استقبال المواطنين الراغبين في عمل استمارة تأييد لمرشحي الانتخابات الرئاسية. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أمس أن مكاتب التوثيق والشهر العقاري على مستوى الجمهورية قامت باستخراج 71 ألف استمارة تأييد حررها المواطنون لمن يرغبون في ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة. قال رئيس وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف نصر الحريري إن الوفد لم يتلقى دعوة حتى الآن لحضور مؤتمر سوتشي، مؤكدا أن الوفد لم يتخذ قرارا بقبول أو رفض المشاركة في المؤتمر والمزمع عقده أواخر الشهر الجاري. وشدد الحريري على ضرورة تركيز المجتمع الدولي على تفعيل العملية السياسية في جنيف ومحاولة تجاوز العقبات التي حدثت خلال الجولات الماضية. نهاية الموجز مشاهدينا، إلى اللقاء.